واشنطن مجلس النواب الأمريكي بالإجماع هذا الأسبوع على قرار يعترف بشهر رمضان الكريم. ومساء أمس أقام الرئيس الأمريكي جورج بوش وعقيلته لورا في واشنطن سابع حفل إفطار لهما مع الجالية المسلمة. وقال بوش إن الليلة هي احتفال بالعقيدة الإسلامية التي تمنح الأمل والطمأنينة لأكثر من مليار مسلم. وتشير الإحصائيات لارتفاع عدد المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية إلى حوالي 7 ملايين شخص. وفي لوس أنجلوس صورة مشابهة لما توجد عليه بقية الولايات الأمريكية من حيث احترام الشعائر الدينية للمسلمين من صلاة وصوم وإفطار جماعي. ففي أحد المراكز الإسلامية بالولاية يلتقي أفراد الجالية المسلمة ومنهم مغاربة، كما أن إماما مغربيا يؤم المصلين في المركز ذاته. لطيفة بن حليمة ومصطفى الصفر كان هناك. المغرب بمسجد المركز الإسلامي لأورفان جنوب لوس أنجلوس. أعداد كبيرة من المسلمين العرب وأيضا الأمريكيين يفدون يوميا على هذا المركز، خاصة في شهر رمضان، لممارسة شعائرهم الدينية. ويقيم الصلاة في هذا المسجد إمام مغربي. دوري في هذا المركز هو مدرس في المدرسة القرآنية والقيام بعدد أنشطة ثانية، ومثلا إمامة والأذان، وكذلك في التدريس مثلا في المدرسة القرآنية عندنا مثلا يعني دروس مثلا للتجويد، دروس الحفظ، دروس للقراءة. وهنا مائدة إفطار جماعي يلتقي حولها الصائمون الذين يأتون أفرادا وعائلات لإحياء ليالي رمضان في هذا المركز الإسلامي. هذا هو حلقة الوصل بينك وبين الخالق سبحانه وتعالى أولا، وبينك وبين التقاليد ديالك والعادات والأخلاق ديالك والتربية ديالك. تنجي ونصلي صلاة التراويح وصلة الرحيم فيه مع العرب بأجمعين والمغاربة كذلك. التبع المغربي حاضر بهذا المركز الإسلامي الذي صممت الكثير من مرافقه على النمط الهندسي المغربي. وهنا صومعة المسجد التي تجسد جمالية الهندسة المعمارية المغربية. النظام المعماري المغربي هو عبارة عن نظام معماري الإسلامي، تمازج الألوان والأشكال التي تظهر في هذه في هذا النظام المعماري فعلا جاذبة للأنظار، وكذلك أن الأشكال الهندسية التي تبرز الخط الإسلامي والرسم الإسلامي. طبيعي نحن كمغتربين نحب على طول أن نظهر تراثنا وحضارتنا العربية الإسلامية الأصيلة. هذا المعهد يشكل منارة إشعاع إسلامي بهذه المنطقة، كما يمثل أداة لتعزيز القيم الإسلامية عبر خدماته الدينية والتربوية والاجتماعية. مصطفى الصفر، لطيفة بن حليمة، الأولى، لوس أنجلوس. قبل